بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم هاني احمد صباح المحامي من الاسماعيلية. انا جاي النهاردة بتكلم على الحكم صدر لصالحي، وتلك هي الاسباب في دعوة بتعالج حاجة معينة، وهي الاصطناع الخصومة ما بين طرفين بحيث يصدر حكم على مكان ما يكونش الطرفين ليهم علاقة بيه بالاتفاق فيما بينهم. وبدأت وقائع الدعوة دي عندما تعرض موكلي، فوجئت إن موكلي بيكلمني بأن إدارة التنفيذ شرعت في تنفيذ عليه حكم تسليم على العقار المكان أو المكان اللي هو موجود فيه دون أن يكون خصما في الدعوة. بالطبع موكلي قام بعمل إشكال، ثم قام برفع دعوى عدم اعتداد بالحكم على اعتبار أنه هو أثار الحكم وجهت إليه دون أن يكون خصم في الدعوة. أمام أول درجة قضي بالرفض في الإشكال وفي دعوى عدم الاعتداد، ثم قمنا باستئناف الحكمين. والعجيب أن الحكمين كانوا أمام نفس الدايرة في المدني مستأنف مستعجل، وفوجئنا بصدور حكمين عكس بعض. الحكم الأول بقبول الإشكال، قبول الاستئناف الخاص بالإشكال والقضاء بوقف التنفيذ، ثم بعدها جلسة فوجئنا بصدور حكم معاكس في الاستئناف الثاني، الاستئناف الآخر اللي هو دعوى عدم الاعتداد. والمحكمة أيدت الرفض الصادر من أول درجة بخصوص عدم الاعتداد بالحكم، والمحكمة عللت ده بأن المستأنف خلف خاص، وأن آثار الحكم تنفذ في موجته على اعتبار أنه مشتري من شخص، الشخص ده باع الحاجة الاتنين لشخصين، فقالت ان هو البايع ده بيمثل الموكل وان هو خلف خاص، وان الحكم ده ينفذ في موجته باعتباره خلف خاص. هنا بقى بدأنا نعمل حاجة كويسة جدا، ان احنا عملنا التماس اعادة نظر في الحكم الصادر اللي بيتنفذ بيه، اللي هي المنازعة المصطنعة. عملنا التماس اعادة نظر، الدعوة دي دعوة تسليم في الأساس، قضي لطرف من الأطراف أمام أول درجة مدني جزئي، ثم استنافت أمام محكمة استئناف عالي، وقضي له باقي طلباته وأسسنا التماس إعادة النظر على الحكم اللي صدر واعتبرنا خلف خاص. من تاريخ اعتبرنا خلف خاص أصبح لينا صفة في الحكم. طبعا واجهتنا صعب ان احنا نعمل التماس اعاده النظر، لان احنا لا احنا مستأنف ولا مستأنف ضدنا في الحكم اللي بيتنفذ علينا، لكن استطعنا بتوفيق ربنا ان احنا نعمل التماس اعاده نظر. وكالعاده جت محكمه الاستئناف ادت اخذنا حكم بالرفض امام محكمه الاستئناف في التماس اعاده النظر، والمحكمه اسست الحكم في التماس اعاده النظر بانه لا يوجد غش، وانه لا يوجد تواطؤ ما بين المستأنف والمستأنف ضد الاصليين في الدعوه، وان الحكم صدر صحيحا. واحنا كنا قلنا للمحكمه يا محكمه المفروض ان دعوه التسليم في نشر وفي اعلان والكلام ده ما تحققش ومش موجود في الدعوه الكلام ده. المحكمه ردت علينا وقالت لا ده موجود. ثم قمنا بالطعن بالنقد على الحكم الصادر في التماس اعاده النظر. توفيق من ربنا الحمد لله، محكمه النقد اقتنعت بكلامنا وقالت فعلا ان في تواطؤ ما بين الطرفين، بدليل انه الراجل جاي ينفذ علينا احنا، ما ينفذش على المدعى عليه، بينفذ علينا احنا، احنا موجودين في العين. واستطعنا الحمد لله ان احنا نثبت امام محكمه النقض ان في تواطؤ. محكمه النقض نقضت الحكم ورجعته مره اخرى لمحكمه الاستئناف. محكمه الاستئناف ما كانش قدامها غير ان هي تلغي الحكم وتعيد الحال الى ما كان عليه. والحمد لله بتوفيق من ربنا برضو استطعنا استلام صيغة تنفيذية للحكم عشان نعيد الحال إلى ما كان عليه. القضية دي تناضلنا فيها كتير، استندنا فيها على حاجات قانونية مهمة جدا، وهي إنك من حقك تعمل دعوة عدم اعتداد بالحكم باعتبار إن أنت آثار الحكم بتتنفذ عليك. محكمة النقض قالت كده في الحكم، قالت إن من حقنا أن يقضى لنا عدم اعتداد بالحكم على اعتبار انه اثار الحكم وجهت الينا. والموضوع ده بيعالج مشكله تكاد تكون متفشيه دلوقتي، اللي هو اصطناع منازع. المدعي يتفق مع المدعى عليه على رفع دعوه،
ويتناضلوا إلى حد معين، ثم تنتهي المنازعة للقضاء لأحد منهم، ويفاجأ الشخص اللي موجود في العين أو في المكان إن في شخص تاني جاي بينفذ عليه وهو ماهوش طرف في الدعوة. إحنا ما سلمناش طبعا، كان بسهولة ممكن نسلم للموضوع يعني، لكن الحمد لله اشتغلنا وربنا وفقنا وقدرنا نثبت إن في غش وفي تواطؤ من خلال معاينة من الحي. عملنا معاينة من الحي وأثبتنا إن إحنا اللي كنا متواجدين من زمن في المكان. قدرنا نشتغل على شوية حاجات الحمد لله، ربنا كرمنا، جبنا ما يفيد من الدعوة، إن مفيش نشر، وإن في فعلا تواطؤ ما بين الطرفين. والحمد لله قضي لينا من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وأخذنا حصلنا على صيغة تنفيذية لإعادة الحلق إلى مكان عليه. وكانت من ضمن القضايا الصعبة جدا، لكن الحمد لله ربنا وفقنا، لأنه مهم جدا إنك تبقى مقتنع بقضيتك وتشتغل ويبقى في فكر وربنا يوفقك فيه يعني. لذلك أنا حبيت إن أنا أنشر الموضوع عشان يكون يعني زي سابقة قضايا، حاجة يعني بالنسبة لنا مهمة جدا طبعا في تاريخ شغلي. وربنا يا رب يوفق الجميع إن شاء الله.